لا به نكملوا بالخبر الايجابي. السفاره الامريكيه بتونس تحط تهبط ارتيكل للجنوب التونسي ضمن افضل 10 وجهات سياحيه في العالم عام 2024. ولكن انا كنت سخيدها سبونتاني، ظهرت وزاره السياحه خدمت عليها ومشات المعرض في باريس وخدمت على انه تونس باش تتحط في الموضوع هذا. نورسه من قبل دليل السفر الشهير جيد دي غوتار اللي وصفت الوجهه بانها بوابه الصحراء في المنطقه الجنوبيه من تونس، وين دعت الى اكتشاف واحات توزر تطاوين شات تجريد ومطمطه وغيرها. نسمع شوية تفاصيل من عند مهدي الحلوي مدير مكلف بالسياحة الواحية والصحراوية بالديوان الوطني للسياحة في صباح الناس مع جيهان ميلاد. الخدمة هذه مع التتويج هذه ما جاش يعني اعتباطيا، بل جاء في إطار يعني خدمة كبيرة واستراتيجية لوزارة السياحة لتنويع العمل السياحي، والتي تهدف إلى الحد من موسمية نشاط وخلق مزيد من القيمة المضافة للسياحة التونسية، وتوجه أكثر نحو السياحة البديلة والمستدامة والمسؤولة خاصة. وبحرص شديد من السيد وزير السياحة تم عقد ندوة وطنية حول تنمية السياحة الصحراوية والواحية في نوفمبر 2022، ومنه هي تم إعداد ملف وعرضوا على تم عدد ملف والحاجة خدمتها إن شاء الله يكملوا يخدموا السياحة هنا.